فقيرا مولود مخيم الحسين، ولكن عندما أغناني الله عز وجل بفضل من الله لم أنسى مخيم الحسين. وذكرت لهم، قلت لهم منذ 15 عاما ولم يكن هناك انتخابات نيابية ولا بلدية ولا برلمانية، ذكرت لهم اسما يعرفونه جيدا ومتخصص 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 في الشؤون في رعاية الأيتام، فكنت أقدم له المساعدات منذ 15 عاما، وذكرت لهم القصة وقلت له اذهبوا إلى هذا الشخص واسألوه من هو الدكتور عصام الخطيب، فأنا لم آتي إليكم لأنني أريد أن أنزل الانتخابات ولا أستجدي أصواتكم، ولكن أطالبكم بأن تضعوا صوتكم صوت الحق الذي سوف يمثلكم. أريد أن أذكر لك حول كلمة ما هو برنامجك يا دكتور، السياسي أو الاقتصادي؟ أقول لك بأن برنامج الاقتصادي والله ممتد من حالة الفقر التي يعيشها أبناء الدائرة الأولى، أبناء المخيمات. لو أنت أو أي شخص طفل في مخيم الحسين أو في جبل قصور أو في جبل النزهة أو في ماركة أو في المحطة، ذا أمه بعثته يشتري كيس رز حاجات يومية، ذهب إلى البقالة أو الدكان أو السوبر ماركت، اليوم شراه ب3 دنانير، الأسبوع القادم الأم بحاجة إلى كيس رز آخر، راح أخذ 3 دنانير وراح يشتري كيس رز، رجع لأمه قال لها الدكان رجعني كيس الرز حقه 3.5 صار. الطفل الصغير هذا الولد لما هو طبعا طفل صغير عرف أنه في إشي خلل اقتصادي موجود في رفع للأسعار، يتساءل طب ليش ارتفع؟ أنا شريته ب3 دنانير الأسبوع الماضي واليوم شريته ب3.5. الطفل الصغير هذا عنده برنامج، طفل عنده برنامج اقتصادي، فما بالك إذا لما يكون شخص متعلم معاصر صحيح عنده رؤية. لكن أنا برنامج الاقتصادي ممتد من تقوى الله عز وجل. طيب جميل، شو بتحمل في جعبتك للمرأة؟ شوفي المرأة، أنت سألتيني سؤال، أنا عندما المرأة حقيقة بكل تواضع واحترام، دعيني أنحني احتراما لوالدتي ولجميع الأمهات عندما توفي والدي وتركت الجامعة بسبب لم يكن معي رسوم الجامعة في الجامعة، وهذا الكلام أنا بحكي لك كلام موثق في الجامعة الأردنية، أنني كنت أخذ معونات قروض طلابية من الجامعة الأردنية، هذا الكلام سنة 82 83، ولكن طب جميل، كان في سنة 82 قروض أوكي موجود نعم، ولكن عندما قررت والدتي طلبت مني، قالت لي لو أنا أخدم بالبيوت يجب أن تكمل دراستك الجامعية، ولو تلك الأم المثالية التي أوصلتني وأكملت دراستي بسببها وبإصرارها ربما لما رأيتيني أمامك الآن تحاورينني كمرشح لمجلس النواب، فإنني أو عبر إذاعتك محطتكم الكريم، فإنني أقول لتلك الأمهات أوصيكم وأناشدكم، وخصوصا ذاكرا أبناء الدائرة الأولى، منطقة الفقر، منطقة البطالة، منطقة المعاناة، أناشد الأمهات، أنتم أيتها الأمهات لو في تلك الليلة وفي تلك اليوم أبناءكم وأطفالكم لم توفروا لهم العشاء، ولكن أناشدكم بالله وبمحبتي لكم جميعا من حبي لأمي، أناشدكم بأن لا تحرموا أبناءكم من التعليم، فالتعليم هو أهم من لقمة العيش. لقمة العيش ما أنا سمعت في حياتي أنه شخص مات من الجوع، ولكن إذا كان الشخص لو أنا ما كملت دراستي والله لما رأيتموني في هذا المكان، والحمد لله رب العالمين. وأرجو فهذه المرأة فلها منا كل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز، والمرحلة التي وصلت إليها المرأة الأردنية نفاخر بها ونعتز بها ونشد على أيديها، ولكن أطلب منها مزيد من التحدي في رعاية الأبناء وفي تربيتهم، وخصوصا أننا نعيش في عصر مفتوح بالأنترنت والكمبيوتر والشاشات، فإنني أطلب منهم ضرورة الاهتمام، فالأب في العمل والمرأة هي الراعية الحاضنة الحنونة للأبناء. جميل. طيب دكتور، شو كمان بتحمل في جعبتك للشباب؟ والله الشباب، أنا طبعا أنا كنت كذلك، أنا كنت رياضي، يعني أنا رئيس
نادي فخري لنادي كنت لنادي الصيف الرياضي، أنا داعم للرياضة وداعم للشباب، وأفتخر بما وصل إليه وحققه الشباب في منتخب النشامة، فأنا أكن لهم وأدعمهم وأتواصل معهم، وإن شاء الله تعالى سواء كنا في مجلس النواب أو لم أكن فإنني دائما داعما لهم ودائما مساندا لهم. يعني دكتور أنت في عندك العديد من النقاط في بيانك الانتخابي، دعم المرأة، دعم الشباب، دعم. إذا سألتين عن برنامج الانتخابي كذلك، أنا عضو جمعيات متعددة، ومنها جمعيات خيرية لرعاية الأيتام والصم والبكم والإبصار، فهؤلاء الناس يعرفونني جيدا ويعرفون، ولكنني والله أذهب إليهم سرا وليس بالعلن، وأنني أتحرج عندما يذكرون هؤلاء الإخوان المتصلين، أتحرج لأنني والله لا أريد أن يذكر هذا أمام الناس، لأن هذا الكلام أنا أعمله لوجه الله عز وجل. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني أنا بدي أقول لك إن شاء الله أنه بتضلك تقدم لهم ونشوف يعني أمور أكثر من هيك ومساعدات أكثر من هيك وعمل اجتماعي. زي ما قلت لك، في عندك في بيانك الانتخابي العديد من المواضيع، سواء للمرأة، سواء للشباب، سواء للرياضة، سواء في الوحدة الوطنية، أو سواء في تحرير الأسرى الفلسطينيين أو الأردنيين في سجون الاحتلال. تحمل في جعبتك الكثير. أنا آخر شيء بدي أسألك، مقرك الانتخابي وين موجود اللي بيحب أنه يزورك؟ طيب، مقر الانتخابي على دوار النزهة مباشرة، على نص دوار في دوار النزهة، ولكن أرجو أن قبل أن أنهي معك إنني وأنا أقدم لفلسطين ولأسرى الأردن ولأسرى فلسطين ولأسرى الأمة العربية، لا أريد أن أحمل شعارات، ولكن وأنا ساجد في منتصف الليل أدعو لهم الله عز وجل بتحرير الأقصى وتحرير الأسرى والمأسورين من الأردنيين والفلسطينيين والعرب. ولكن وقبل أن أنهي معك، طيب دكتور، قبل لا تنهي خلينا نأخذ أول اتصال. مين قلتوا لي؟ مصطفى. مصطفى أبو رمان، مساء الخير. مصطفى أبو رمان مساء الخير. اسمعني من الهاتف يا مصطفى عشان تقدر. نعم معك. أهلا مساك ومساء ضيفك الكريم الدكتور عصام. الله يسعدك، بسمعك دكتور عصام. يعني الله يسعد مساك وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق. بارك الله فيك. أنت من خيرة أبناء الدار الأولى، وإحنا نعرفك كويس ونعرف مواقفك، وإن أثر كبير على أحد نواب الدائرة اللي بدعم مرشح من خارج الدائرة. أنا بحب أوجه رسالة من خلال البرنامج الطيب وبحضورك الأنيق، أشكرك. إنه أهل الدائرة الأولى يعرفوا الصحيح وينتخبوا أبنائها اللي راح يخدموها واللي بيعرفوا مشاكلها، وما يهتموا للمال الفاسد والمال السياسي اللي قاعد بقصي أبناء الدائرة الحقيقيين. نداء من خلال هالمنبر الحر من هالمحطة الطيبة، إن شاء الله يكونوا أهل الدائرة الأولى بسمعونا، وإحنا نتمنى لك كل توفيق. وكمان الهيئة المستقلة للانتخابات لازم تكون عينها على الدائرة الأولى ومراقبتها على مدى الساعة، لأنه التجاوزات واضحة بإعطاء الهبات والهدايا والوعود بالتوظيف من أحد المرشحين أو المستثمرين اللي جاي علينا نازل بالهليكوبتر على منطقتنا. ماشي، شكرا مصطفى. شكرا مصطفى أبو رمان، شكرا لك. معنا كمان اتصال، نواف أبو تايه من البادية الجنوبية. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. حابة امسي عليك وامسي على ضيفك الكريم الدكتور عصام الخطيب. مساء الانوار، بسمعك. اللي صراحه يعني لي الشرف العظيم، اول شيء انه حظي انه مسك الخط واني حكيت معه. انا من لواء الجفر الباديه الجنوبيه، يعني صدقا وبدون مجامله انا اهني الدكتور عصام الخطيب بحكم علاقتي مع ابناء الدائره الاولى. وفي لي اصدقاء يعني، واول لمسات يعني كنت انا وياهم في زياره خاصه في العقبه، فكنا نتناقش في موضوع هيئة المستقلة للانتخابات اللي كنا لها كل الاحترام والتقدير، إن دلت على شيء يدل على خطى جلالة الملك على الإصلاحات، وهذه خطوة مباركة. الدكتور عصام، إحنا أول شيء مسي عليك ونقول لك إن شاء الله فالك النجاح يا رب. إن شاء الله ده في خير رب نجيب. هذا الشيء. والثاني شيء، يعني أنت رجل يكفي أنه دعايتك بالجنوب يعني ما شاء الله عليها، بارك فإن الله حلفك الحظ في الدائرة الأولى
يا ريت لو تنزل عندنا في الجنوب ان شاء الله لك نصيب اكبر عندنا. والله ان شاء الله انا بتشرف فيكم وانا كذلك. انا ابن وادي موسى. انا ابن دكتور. انا صدفه فتحت على البرنامج ولي الشرف اني تسلم. فاحنا فلك التوفيق وهذه هي الديمقراطيه والشيء اللي انت تعمله لله باذن الله وبإرادة الله هذا ينفعك يوم القيامه ان شاء الله. بارك الله. يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. شكرا شكرا لك يا نواف. يعني ان شاء الله انه احنا مش قادرين ندخل كل الاتصالات اللي عم تيجي. دعم لإلك. كلمه اخيره دكتور عصام بتوجهها. كلمه اخيره اقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وأرجو أن تكون هذه الآية هي درس وعبرة لكل الناخبين أن يضعوا يتذكروا أنهم سيرجعون يوما إلى الله وسوف يحاسبهم جميعا. وكذلك لا يضركم من ضل أي لا وهم فئة لن يضركم إذا اهتديتم. صحيح. يعني أنا بتمنى لك التوفيق في نهاية لقائي معك الدكتور عصام الخطيب مرشح عن حزب الوسط الإسلامي للانتخابات التكميلية للعاصمة للدائرة الأولى في العاصمة عمان. بتمنى لك التوفيق. شكرا لك وإن شاء الله أنه نبارك لك في الانتخابات إذا كان لك نصيب فيها إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. شكرا لك. أشكر جزيلا. شكرا. أعزائي المشاهدين كملين معكم في بكرة الجمعة. اليوم كان في فعالية في السلط هي مهرجان السلط الثقافي افتتحها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور بعنوان السلط الدار دارك. رح نستضيف بعد شوي السيد وصفي الطويل البطاينة مدير ثقافة البلقاء. خليكم معنا. لكم أعزائي المشاهدين مكملين معكم سهرتنا لليوم في بكرة الجمعة. ضيوفنا مميزين دائما في بكرة الجمعة. اليوم كان في فعالية مثل ما قلنا في السلط مهرجان السلط الثقافي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور وكان عنوانها السلط الدار دارك. لحتى نحكي أكثر عن هاي الفعالية اللي رح تستمر لمدة 3 أيام وعن الأنشطة اللي رح تكون فيها معانا مدير ثقافة البلقاء السيد وصفي الطويل البطاينة. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. الورد ويسعد مساك وشكرا لك. يعني احنا عارفين انك انت تعبان واليوم كانت الفعالية وحبينا انه نستضيفك لحتى نعرف اكثر عن هاي الفعالية. حقيقة يعني والحمد لله تم افتتاح مهرجان السلط للثقافة والفنون تحت رعاية دولة رئيس الوزراء اليوم الساعة 6 بحضور جماهيري غفير. حقيقة يعني المهرجان هو تكاتف جماعي ما بين وزارة الثقافة ورؤساء الهيئات الثقافية لدى محافظة البلقاء وبلدية السلط و كل المجتمع المحلي. تكاتف كان رائع بحيث أنه أنتجوا نتاج إنتاج مهرجان السلط للثقافة والفنون. يعني خبرنا كل الأمور كانت تمام. الحمد لله يعني كانت الأمور تمام. يعني كان عندنا احتفال اليوم. طبعا هذه احتفالات تزامنت مع احتفالات الهجرة النبوية الشريفة. كان عندنا يعني نوع من يعني كان عندنا ندوة اليوم بداية الندوة عن الهجرة النبوية. ثم ادخلنا بالاحتفال فعاليات إسلامية أناشيد دينية فرقة اليرموك الإسلامية. يعني أضفت طابع ديني جمالي. حقيقة احنا بدينا من خارج المقر المكان الاحتفال حيث عملنا مسير بالخيالة نادي قلعة هذا اليوم كان نعم وموسيقات قوات المسلحة طبعا شاركونا الدرك رائعين كانوا يعني ما شاء الله عليهم يعني الله يحفظهم وخلوهم. وين كانت هاي الفعاليات اليوم؟ كانت كلها في مؤسسة إعمار السلط. طبعا احنا خذنا من شارع الميدان إذا بتعرفوا مزبوط تقريبا 200 متر عملنا مسير بالقوات المسلحة والخيل وعملنا أمام المؤسسة إعمار السلط أهازيج وأغاني. ثم توجه دولته بحضوره إلى بهو المؤسسة إعمار السلط حيث هناك كان في أن بازارات ومعرض متحفات والموروث الشعبي السلطي والأكلات السلطية والشعبية. رح نحكي أكثر أنا وياك مكملين سيد وصفي. بس معنا ياسمين. مساء الخير ياسمين. مساء النور. أهلا فيك. يسعد مساكي. يا هلا كيفك أخبارك؟ تمام مشتاقة لك.
والله بتشكرك على هذا البرنامج الحلو، ويا ريت انه بيجي كل يوم مو كل اسبوع. الله يسعدك. ما هو بس بكره الجمعه، ما بنفعش انه يكون كل يوم الجمعه. طبعا انا بتشرف فيكم والله يا ياسمين.